بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء النور حسب التوقيت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده. ده الجزء الأول من توكسوبلازما جوندياي أو طفيل القطط. توكسوبلازما جوندياي ده عبارة عن أوبورتونيستيك بارازايت، يعني أعراض الإصابة بالتوكسوبلازما خطيرة جدا في الإنسان اللي مناعته واطية. طب والإنسان الطبيعي ليس به أعراض تقريبا، تنتهز أن المناعة بتاعت هذا الشخص واطية وتعمل له مشاكل. كما أن التوكسوبلازما الزينوتيك مصدر الطفيل الأساسي القطة حيواني المصدر، وأن هذه التوكسوبلازما is intracellular parasite، بارازايت بيعيش داخل خلايا الإنسان. هذه التوكسوبلازما منتشرة في جميع أنحاء العالم. Definitive host العائل الأساسي الكات والأذر فيلينز اللي هو بقية عائلة القطط، النمور، القطط البرية. وهنا التوكسوبلازما بيحدث جوه القطة السكسوال then sexual reproduction، بيحدث تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. عشان كده اللايف سايكل كومبليت ان وان هوست، مش محتاجه اي كائن اخر عشان تكمل اللايف سايكل. توكسوبلازما احنا بنسميها مونوكسونس بارازايت، قبالة مونوكسونس مين توكسوبلازما كومبليت لايف سايكل ان وان هوست، اللي هو الهوست الطبيعي القطه، بيحدث اسيكسوال ذن سيكسوال ريبرودكشن. ولكن في احيانا intermediate host او accidental، عشان مش ضروري في اللايف سايكل، او بنسميه non specific host اللي هو البني ادم او الفارم انيمال لحوم البني ادم او الفيران، لان بيحدث فيه asexual reproduction بطريقة اسمها endodiogony، طريقة التكاثر غريبة جدا ولا تحدث غير في التوكسوبلازما، بتحدث في الإنسان اسمها endodiogony. وأن التوكسوبلازما is monoxynous، يعني complete life cycle sexual و asexual in one host اللي هو القطة. وعلى هذا الأساس الإنسان بيعتبر accidental أو non-specific host أو intermediate host. قاعدة فين التوكسوبلازما؟ قاعدة في ريتيكولو اندوثيليال سيلز، اي نيوكليتيد سيل بالذات الار بي ار ريتيكولو اندوثيليال سيلز اللي يعني في الليبر والسبلين والليف نود برين ريتينا، ار بي ار ريتيكولو اندوثيليال سيل برين اند ريتينا. أنا عندي كام بروتوزوا قاعدة في ريتيكولو اندوثيليال سيلز؟ لو جالي سؤال مجمع، بريبانسوما كروزي لو فاكرين، توكسوبلازما، وكذلك إن شاء الله الدرس القادم اللي هو بيسرال ليشمانيا. شكل التوكسوبلازما غريبة، التوكسوبلازما غريبة قوي يا أولاد، ليها شكل، هذا الشكل بسميه تروفوسايت. هذا الشكل إن دخل في جسم إنسان واطي المناعة يقوم داخل جوه أي خلية من جبروته، لو لقى الإنسان ضعيف المناعة immunosuppressed أو immunocompromised تروح داخلة جوه قلب الخلية وتتكاثر بسرعة. عشان كده في اللحظة دي هسمي هذا الشكل التاكيزايت، هدي يا سيدي الماكروفاج تصله، وادي السهم الاحمر
بيشاور على التاكيزويت والخلية التي تحتوي على 100 تاكيزويت أسميها سيجوسيست. هذه أول شكل ترتديه التروفوزويت. طيب أيضا التروفوزويت إن دخل في إنسان مناعته عادية أو يعني عنده أنتي بوديز يقوم يدخل في قلب التشو ويعمل سيست. ليه هنا اسم براديزويت؟ يعني التروفوزويت دخل في إنسان مناعته واطية يخش في خلية ويدين ويبقى اسمه تاكيزويت. والمنظر اللي هو الخلية التي تحتوي على تاكيزويت بسميها سودوسيست. ده في الشكل ده فين؟ في الإنسان. الإنسان أو الحيوان غير القطة التي مناعته واطية عادية تخش في قلب التيشو وتعمل سيست ويبقى جواها الشكل ده بسميه براديزويت. اما الشكل الوحيد اللي جاي لي من القطه اصحى اللي هو اسمه اوسيست. فالاوسيست ده فيه اتنين سبوروسيست اللي هما كورتين دارتين كبار، ثم كل سبوروسيست فيها اربعه سبوروزويت. او سبوروزويت ده الاسم الاخر او الرابع للتروفوزويت. يعني التروفوزويت ده إن دخل في إنسان واطي المناعة يخش جوه الخلية ويبقى اسمه تاكيزويت وتكاثر بسرعة. دخل في إنسان قوي المناعة يتكاثر ببطء وسميه براديزويت. أما إن كان جاي من القطة، الشكل الوحيد اللي جاي من القطة واللي هي مصدر التوكسوبلازما اللي هو يبقى أوسيست. الأوسيست ده فيه اتنين سبوروسيست وكل سبوروسيست فيها أربعة سبوروزويت. ويبقى الشكل التالت اللي هو جاي من القطة، السودوسيست والتاكيزويت والأوسيست، التلاتة دول هما الطور المعدي. هما الطور المعدي أي ستيج في التوكسوبلازما ولغرابتها يعتبر infective stage. تعال بقى نتفرج على التوكسوبلازما تروفوزايت crescentic in shape، هلالية الحجم، حجمها حوالي 6 مايكرو. إذا دخلت في إنسان ما عندوش مناعة يتكاثر بسرعة ويسميه في اللحظة دي تاكيزويت. يعني العيان اللي عنده acute infection لو خدت منه عينة هيطلع تاكيزويت في ماكروفاج. لو مناعته حلوة تخش وتعمل لي سيست، والسيست العيان عادة ما بيبقاش عنده أي أعراض. أما الطور السبوروزويت فده في الطور اللي في القطط فقط. يبقى التروفوزويت ليه كم اسم آخر، يا إما تاكي يا إما برادي يا إما سبوروزويت. السودوسيست ده infective and diagnostic، طور معدي وتشخيصي. يعني لو خدت من المريض عينة هيطلع ممكن السودوسيست في حالة acute infection. أي خلية غالبا الماكروفاج تحتوي على 100 تاكيزويت يبقى اسمها سودوسيست. قلنا السودوسيست عبارة عن infective and diagnostic stage، عبارة عن خلية وجواها التاكيزويت. أهو العيان لو خدت منه عينة هشوف الماكروفاج يا إما أشوفه مفرقع وطالع منه التاكيزويت يا إما مش مفرقع وجواها التاكيزويت. ده في حالة الأكيوت انفكشن. تمام. التيشو سيست ده راوند سيست حواليه سترونج سيست وول. هنا بقى المناعة قوية يقوم البارازايت يتكاثر ببطء براديزويت. يبقى في حوالي 1000 براديزويت في هذه السيست. السيست دي حجمها من 20 إلى 200 مايكرون. بموجودة في الكرونيك انفكشن أو في الأسيمتوماتيك الآي في
في البرين، في المسل، في الهارت، في الليفر. خد بالك ما بتعملش اي انفلاماتوري ريسبونس. ده مين؟ ده التيشو سيست. تمام، ده انفكتيف اند دياجنوستيك. طيب الاوسيست ده الطور المعدي فقط، لان ده الوحيد اللي جاي من القطه، الطور الوحيد اللي جاي من القطه اللي هو او او سيست. وده اوفايد ان شيب، في اثنين سبوروسيست اللي هم الدائرتين الكبار. كل سبوروسيست فيه اربعه سبوروزايت، دي الصوابع العامه زي المول جوه الدائره اللي هي اسمها سبوروسيست. ده كده بسميه ماتيور اوسيست او سبوريليتد اوسيست. بيني وبينك الاوسيست بينزل من ستول اوف ذا كات الماتيور، بينزل في الصين، ياخد له حوالي 5 ايام عشان يبقى ماتيور ويبقى انفكتيف. وهذا الماتيور فيه 2 سبوروسيست، عشان كده بنسميه باي سبوروسيستيك. وكل سبوروسيست فيها 4 سبوروزايت، او بنسميها تترا سبوروزايت. يبقى باي سبوروسيستيك تترا سبوروزايت، ده ايه؟ ده الاوسيست. يبقى كده انا عندي كم طول معدي؟ كلهم سودوسيست، السيست، الاوسيست، طب التروفوزايت، ما هو واحد فيهم. الطول المعدي سودوسيست، اللي هي السيل كونتيننج 100 تاكيزايت، وده بيبقى في الدم. الدم يعني الام لما تعدي البيبي يبقى التاكيزايت هو اللي ايه دخل جوه. تيشو سيست ده في الهيومن او الكاتل، ماشيه الشيب الهيومن تيشو سيست، واللي بيبقى موجود في اللحمة، يعني إن كلت اللحمة غير مطهية جيدا يجي الإصابة. ثم الناتيور أوزيست اللي فيه 2 سبوروسيست، وكل سبوروسيست فيها 4 سبوروزايت، أو ده بيجيلي من براز القطة عن طريق الخمار، وهي الطريقة الرئيسية للإصابة بالتوكسوبلازما. يعني اي حد ممكن يكون مصاب بالتوكسوبلازما بدون ما يكون عنده قطه، لان نسبه الاصابه الكبرى بتاتي من الخضار الملوث ببراز القطه اللي احنا ما غسلناهوش كويس، او اللحمه الغير مطهيه جيدا. يبقى الانفكتيف ستيج كم حاجه؟ 3، سودوسيست، تيشوسيست، ماتيور اوسيست. المود اوف انفكشن 3 و3، اورال روت عن طريق البق والخضار اللي فيه ايه ماتيور اوسيست. خضار فيه ماتيور اوسيست، او ساعات بسميها سبوريوليتد اوسيست، وده اكبر نسبه للاصابه بالتوكسوبلازما عن طريق الخضار الملوث ببراز القطه. لحمه، لحمه نيه، وانا امتى باكل اللحمه النيه دي؟ البصدور ما يا باشا. طب اللحمه ممكن يبقى فيها سودو سيست او سيست. يبقى خضار، لحمه، لبن من حيوان مصاب، من حيوان كتل مصاب، بقره حلبتها وهي عندها توكسوبلازما، فممكن ينزل السودو سيست في اللبن. يبقى عن طريق البق، خضار، لحمه، لبن. طيب ما يجي يقول لي طب الماشية، الكتل والغنم والحاجات اللي احنا بناكل لحمتها جات لها الإصابة ازاي؟ ما هو لا يمكن تيجي عن طريق اللحمة أو طريق عن طريق اللحمة، ما بتيجي عن طريق الخضار. يبقى كان زمان بيسألني ازاي الكتل بيصاب بالتوكسوبلازما؟ أقول through eating vegetables containing vegetarian. طب الناس اكلات اللحوم، النمور، يبقى السودوسيست والتيشوسيست، او ممكن اللبن، يبقى عن طريق الاكل، خضار، لحمه نيه زي البسطرمة او لبن. عن طريق الدم، نقل دم من ام للبيبي بتاعها، ولا يبقى فيه سودوسيست طبعا، والدم يبقى فيه سودوسيست، او اورجان ترانسبلانتيشن، واحد نقل كدني من شخص الى اخر، الشخص المصاب
او عنده توكسوبلازما، نقلناه خدنا الكدني بتاعته ونقلناه في شخص انسان هنعمل له نقل كلى، وادينا له طبعا اميون سبريست. يبقى ثلاثة دم، ثلاثة أكل، أكل خضار الطريقة العظمى، لحمة بركوب ميت، لبن، دم عن طريق الدم، أم نقل أعضاء. Life cycle of ectoplasm in cat other beings اللي هو normal definition host. القطة هتاكل السودو سيست أو التيشو سيست. طب وإيه تاني؟ وممكن تاكل الأسيست عن طريق لو كانت خضار ولا حاجة أو حاجة ملوثة بمرض قطة تانية. يخش جوه القطة يتحول إلى سبوروزايت، يخش في الوول بتاع السمول انتستين بتاع الكات، يحصل أسيكسوال زين سيكسوال سايكل اللي احنا سميناها مونوكسينوس سايكل. مونوكسينوس يعني بيحدث أسيكسوال زين سيكسوال سايكل in one host واللايف سايكل complete in one host. نتيجة هذه الماتيكيشن ينزل الماتيور أوسيست، ينزل في الستول على السويل وينمو في ظرف 5 أيام ويتحول لي إلى الماتيور أوسيست اللي في 2 سبوروسيست، كل سبوروسيست فيها 4 سبوروسايت. وهذا الأوسيست ممكن يقعد لمدة سنة قابل للعدوى. اللايف سايكل نقراها، قلنا انها مونوكسينس، لايف سايكل كومبليت ان وان هوست، توكسوبلازما ملتبلاي باي اسيكسوال اللي هي شيزوغني سايكل فولود باي سبوروغني سايكل ان وان هوست. احنا عشان كده سمينا مونوكسينس. بينزل الماتيور اوسيست ما فيهاش سبورزايت، تنزل في الستوري اوف ذا كات في السويل، الاماتيور اوسيست تتحول الى ماتيور اوسيست في ظرف 5 أيام. يبقى فيها 2 سبوروسيست، كل سبوروسيست فيها 4 سبوروسايت. ده اللايف سايكل الانتاج. مش عايز اللايف سايكل بس اعرف انها مونوكسيمس. اللايف سايكل ان هيومن الانفكتيف ستيج احنا قلنا التلاته، يا سودوسيست يا تروسيست يا اوسيست. ثلاث حاجات دي، مناعته واطيه لاي سبب تخش تتكاثر بسرعة وتدي سودوسيست. كان عنده انتي بوديز من انفكشن سابقة يقوم يتكاثر ببطء ويديني سيست. طيب مناعته حلوة يبقى يدي سيست في التيشو واسيمبتوماتيك، مناعته وحشة يدي سودوسيست. طب افرض كان هو مناعته حلوة عنده سيست يعني وخد دواء نزل مناعته، تقوم السيست تفرقع وتطلع اللي جواه، يخش في انذر سيل ويبقى هنا يتحول الى تاكي زويت ويتكاثر بسرعة. دي اللايف سايكل في الهيومن. جميل. طيب هيومن is infected by ingestion of mature oocyst pseudocyst او cyst trophozoite تنتشر في الدم في العيان المناعة واطية تروفوزايت يبقى تاكيزايت رابيدلي مالتبلاي اسيكسوال بالطريقة اسمها اندودايجوني تروح داخلة اني نيوكليتيك سيل سفيسة في الماكروفاج عشان تبدي سودوسيس. الاميونو كومبوننت مناعته حلوة تروفوزايت يبقى بريدلي ويدي سيست، ولكن اميونوجي از سبريست الاميونو كومبوننت في البني ادم اللي مناعته كويس وكان عنده كرونيك انفكشن، يوم السيست تفرقع وتطلع البراجي تتحول لتاكي تخش في ماكروفاج. المناعه العيان الاكواير الكبير المصاب اللي لقيت عنده اي جي ام او اي جي اي او اي جي اي معناها ريسينج انفكشن، لأن الـ IgM والـ IgE والـ IgA دي بتختفي قبل ظهور الـ IgG، تختفي بدري بدري. وبالتالي لقيت عنده IgM أو IgE أو IgA يبقى عنده recent infection. بقى فين؟ في الأدلت. لقيت عنده IgG
يعني عنده old infection أو past exposure to infection، إما كان عنده إصابة سابقة أو إصابة قديمة. ده إيه البني آدم IgG old infection IgM recent infection. طيب لو لقيت ست حامل لسه جديد حامل لأول مرة تبقى حامل، وجينا لقينا إن الـ IgG ما عندهاش أي antibodies against toxoplasma، يعني معناها ما تعرضتش قبل كده للتوكسوبلازما، يعني معناها ما عندهاش حصانة immunity against التوكسوبلازما، وبالتالي أخاف تتعدي وهي حامل لأول مرة. يعني الست الحامل إن كان ما كانتش لم تصاب قبل كده بالتوكسوبلازما وجالها أخاف تتعدي. البيبي اللي عنده اي جي ام معناها انه خد انفكشن، البيبي اصيب، لان زي ما احنا عارفين الاي جي ام ما بتعديش. لو لقيت عنده اي جي جي ممكن تبقى الاي جي جي دي من امه، فده ممكن يكون ما عندوش انفكشن. لقيت عنده اي جي ام ديكيت فيتال انفكشن، يعني البيبي اصيب. الاي جي جي لا لم يصب، ولكن الاي جي جي من اللي جاي من امه بتقعد لمده 6 شهور. طب افرض انا بعد الست شهور جيت حللت، لان هتابع الطفل اللي عنده اي جي جي ده، جيت حللت بعد 6 شهور ولقيت عنده اي جي جي، لا بقينا بقى الاي جي جي دي خلاص جت منه هو، يبقى هو مصاب بالتوكسوبلازما. اذا ان لقيت الاي جي جي في بيبي عمره 7 شهور تعرف ان الاي جي جي اللي جايه منه هو، ان هو اصيب بالتوكسوبلازما، لان الاي جي جي بتاعت الام بتختفي بعد 6 شهور من دم البيبي.